السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي دار التنمية مع التلميذة فردوس بويس رفقة الأستاذ الفاضل سي محمد نجاري. فردوس غتعزف لنا رقصة الأطلس. فردوس، رقصة الأطلس على أي مقام؟ رقصة الأطلس على مقام الراصد على الراصد. ما هو مقام الراصد على الراصد؟ مقام الراصد على الراصد هو المدرج السليم الذي معنى فيه سيكة والأوج، ويستبدل الأوج بالعجم هبوطا. نعم، ما هو السيكة؟ السيكة هي مبرة. والأوج؟ أوج هو سبرة. والعجم؟ العجم هو سبيمة. يا سلام، شكرا شكرا شكرا. إذا مستعدة؟ يلا، واحد جوج. Sol, 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 sol
فصل طميري فصل طميري سمسم ناصر طميري فصل طميري ضد وزينة القلب طريق فنسل يا سلام. أنا أقول واحد كلمة بحق الزوينة. نقدم لكم فردوس. فردوس أحسن اسم في العالم هو الفردوس، كل شيء كتمنى فردوس. يا سلام الدرية فردوس، عطيت الموسيقيين عطيتهم ما معنى لطو الزمان. تبارك الله عليك، الزمان ما سهلش، بس الإنسان يحفظ على الزمان اللي حافظت عليه ماشي سهلة. هادين هذا بهذا ما بقاش تشريف ولا تكليف. دابا من اليوم فصاعدا بقي هو كبنتي ودما في خطى تصاعديه. تبارك الله عليك وتبارك الله عليك وتبارك الله عليك. اشكر ولي دابا الناس اللي كيحبوك وغادي يتبعوك كبنتي وكيشجعوك، وانت كتستحقي التشجيع، كتستحقي. عطيتي رساله للموسيقيين باش عطيتيهم الضب ديال وتبارك الله عليك. انا عم بنتي اولا كنشكر والديا يا سلام تعاوني ويعينوني باش ندخل الموسيقى. يا سلام وكنقول اللي بغا يدير شي حاجه يواصل فيها حتى ينجح.